نحكي على جروبين اللي هي من الستاف وأقل أهمية بس يعني أيضا مهمة تبقى، اللي هي ستاف إبيديرميدس وستاف سابروفيتيكس. وهنا لازم تعرف، خلينا نرجع للسكيم، نتذكر احنا هسبالنا، تذكرون قلنا احنا البكتيريا الجرام بوزيتيف نقسمها الى 3 جروبات. اكو جروب منها قلنا الكوكاي، الكوكاي قسمناه على اساس هل هي كاتاليز بوزيتيف او نيجاتيف. الكاتاليز بوزيتيف قسمناها اللي هي الستاف، والنيجاتيف اللي هي الستريبس. الكاتاليز بوزيتيف اورجانيزم اللي هي الستاف قسمناها على اساس الكوغليز، يا اما هي كوغليز بوزيتيف اللي هي قلنا الستاف اوريس، او كوغليز نيجاتيف. الكوغليز نيجاتيف بكتيريا قسمناها الى قسمين، هل هي نوفوبايسين سنسيتيف اذا هاي ستاف ابيديرميدس، وهذا قدامنا. نوفوبايسين سنسيتيف، هل هي نوفوبايسين ريزيستنس اذا هي ستاف سابروفيتيكس. اوكي، فبالتالي هسه احنا اذا نرجع لستاف ابيديرميدس بدون ما نقراها، نرجع نتذكر هي قلنا جرام بوزيتيف بكتيريا وفهمنا جرام بوزيتيف كاتاليز بوزيتيف، اي كل ستاف هي كاتاليز بوزيتيف. كوغليز نيجاتيف طبعا لان احنا قلنا الوحيده من الستاف كوغليز بوزيتيف هي الستاف اوريس، اذا هي كوغليز نيجاتيف. ومهم تعرف اكو اورجانزم يسموها يوريز بوزيتيف. اليوريز هي عباره عن شنو؟ تسوي لك ديستركشن لليوريا وتطلع لك امونيا وتفاصيل، بس هاي جروب مجموعه جروبات. فانت تعرف حاليا بعدين راح مثلا راح ناخذ اتش انفلونزا، مثلا ناخذ سوري اتش بايلوري، مثلا يوريز بوزيتيف الاتش بايلوري. فانت تعرف مثلا اتش بايلوري عندي بوزيتيف، اخذ ثاني ستاف ابيديرميدس هي يوريز بوزيتيف، ستاف سابروفيتيكس هي يوريز بوزيتيف. بعدين من نجي نسوي هاي التجميعات بالجنرال مايكروبيولوجي كلها تصير سهله عليك. فبالتالي هنا المعلومه الجديده اللي احنا ما تطرقنا عليها قبل انه هي يوريز بوزيتيف كوكاي. اوكي، وطبعا هذه دزنت فرمنت مانيتور، مو فد شيء مهم او فها. اوكي، نجي على الابيديرميدس، هي من اسمها ابيديرم، اذا هي وين موجوده؟ نورمال فلورا بالسكن موجوده عندنا. الديزيز شنو مسؤوله عنها؟ طبعا هي عاده نورمال فلورا بالسكن، بس المشكله وين تصير؟ من عندك بروستاتيك ديفايس، يعني شنو؟ واحد عنده فد فورن ماتيريال بجسمه، سواء واحد مثلا مسوي توصل هيب ريبليسمنت او مسوي نير بليسمنت وحاطين له امبلانت، او واحد مثلا عنده هارد فالف حاطينه. فبالتالي هاي دائما من اكو فورن ماتيريال، خلينا نقول اور بروستاتيك ديفايس، هنا ممكن تسوي لك الديزيز. شلون تسوي الديزيز؟ البكتيريا تسوي لك ادهيرنت بايوفيلم اللي هي عباره عن اكسترا سيلولار بوليسكرايد، وهاي يسالوك عنها. اوكي، انه البكتيريا تيجي على السايت هذا الفورن، يعني مثلا الهيب امبلانت او مثلا الهارد فالف، وتسوي اكسترا سيلولار بوليسكرايد. فبالتالي انت حاليا الاميونيتي او الاميون سيستم ما يقدر يوصل لها. اوكي، فبالتالي اللي احنا تعرفها الاساس، النقطه الاساسيه بالستاف ابيديرميدس، تعرف كلمه واحده كلش مهمه، most common cause of endocarditis in artificial valve. هاي النقطه كلش مهمه. هسه نرجع most common cause of endocarditis in patient with IV drug abuser قلنا staph aureus. most common cause of endocarditis in artificial valves او حتى اي implant هي ستاف ابيديرميدس. هاي التجميعه ترى كلش مهمه، لان انت بعدين راح نحكي هوايه اندوكاردايتس بكل مريض اكون سبب ما لازم تعرفه. اوكي، فبالتالي هاي النقطه هي اهم نقطه عندنا، ستاف ابيديرميدس موست كومن كوز اوف انفكتيف اندوكاردايتس ان بيشنت وذ ارتفيشال ماتيريال، سواء فالف او امبلانت، بس هي اكثر شيء هذا ارتفيشال فالف تصير عندهم. اوكي، شنو الكوز مالته او شنو اللي يساعدها على هذا الشيء؟ وهذا هم مسؤول اعتقد، يعني موجود سؤال باليو وورد، انه هي تسوي لك بايوفيلم اكستراسيلولار بوليسكرايد. اوكي، يعني تحيط نفسها به. اوكي، ادهيرنت بايوفيلم. يجي التريتمنت مالتها، طبعا هاي مشكلتها انه عندها وايد، يعني هي اصلا مثلي ريزيستنس، فهم دائما يبدون بالفانكومايسين، يعني يشوفون ستاف ابيديرميدس ما يبدون مثلا امبسلين وبنسلين وهاي الجروب، لا مباشره يصعدون للفانكومايسين. اوكي، فانت بيشنت، حتى نحكي عن سيناريو حتى انت قبل تتخيل، اجاك مثلا اولد ايج ميل بيشنت او فيميل بيشنت، اليوم كلها ميل، فيميل بيشنت اجاك بهستري مثلا عنده مثلا قبل كم سنه مسوي فالف ريبليسمنت. اوكي، واجاك اليوم وقال لك دكتور عندي فيفر، تشوف عنده مثلا سبلنتر هيموريج، مثلا هاي سالمون اندوكاردايتس، حطيت سماعتك سمعت بالهارت اكو مرمر، اندوكاردايتس. هو عنده اصلا بريفيسلي شو اسمه فالف ريبليسمنت، اذا موستلي هاي ستاف ابيديرميدس. ممكن انت طبعا تدز عليك مثلا بلاد وهيك، وممكن انت مباشره تبدي تفكر اي خلاص اذا انا شو اسوي له، فانكومايسين
الديلي، وطبعا اضافه الى هذا لازم انت الديفايس او الفالف او شيء لازم يصير له ريموفال، لان معناها هذا صار انفكشن. فهو التريتمنت عباره عن فانكومايسين ريموفال اوف بروستيك ديفايس. اوكي، هذه الستاف اف بي ار ميديس. اذا احنا بالنسبه لنا ما ضفنا معلومه جديده، احنا من البدايه نعرف هي جرام بوزيتيف، نعرف هي كاتاليز بوزيتيف، نعرف كوجليز نيجاتيف. المعلومه الجديده ضفناها هي يوريز، وتعرف انه هي موست كومن كوز اوف اندوكاردايتس ان ارتفيشال فالف واكسترسيلولار بوليسكرايد. تسوي لك هاي اهم معلومات. اوكي، اذا هسه ستاف ابيديرمس بالامتحان اذا راد يسالك راح يجيب لك كيس مال اندوكاردايتس وواحد عنده بروستيك ديفايس. اوكي، هذه المعلومه. طبعا على فكره مو بس اندوكاردايتس، حتى احيانا تسوي لك مننجايتس اذا البيشنت عنده بروستيك ديفايس. فانت دائما اي بروستاتيك ديفايس فكر بالستاف ابيديرمس. هاي النقطه هاي مهمه كلش تعرفها. اوكي، عن طريق شنو؟ عن طريق اكسترسيلولار بوليسكرايد. هذه موجوده اعتقد باليوارد، مسؤوله الاكسترسيلولار بوليسكرايد. تمام، هاي الستاف ابيديرمس. نجي على اخر جروب عندنا اليوم بالمحاضره، هي ستاف سابروفيتيكس. وهسه احنا نرجع النوب نعيد القصه من جديد بدون ما نفكر وبدون حتى بس مجرد تراجع. احنا قلنا جرام بوزيتيف بكتيريا كوكاي، خلاص احنا نعرف هاي من البدايه. كاتاليز بوزيتيف باعتبار كل الستاف هي كاتاليز بوزيتيف. كوغليز نيجاتيف، احنا قلنا الوحيده ستاف اوريس هي كاتاليز بوزيتيف، البقيه كلها الستاف نيجاتيف. وتعرف ان هي نوفو بويسي ريزيستنس، وهذا قلناها. وموجود اضافه الى هاي مثل ما قلنا هي ايضا يوريس بوزيتيف. التيبكال كيس سيناريو يجيك شنو؟ يجيك فيميل بيشنت، خلينا نقول احنا مثلا لان احنا نيولي مريض، او مثلا اذا بيو اس اي يقول لك نيو اون سيت سكشوال اكتيفيتي، مثلا ورا اسبوع اجتك بيو تي اي ايرجنسي فريكونسي ديسيوريا، مثلا لو جريد فيفر مثلا، يعني فيتشر مال يو تي اي. فهي مو موست كومن كوز، سكند موست كومن كوز. ليش؟ لان موست كومن كوز هي الاي كولاي. بالتالي اذا راد يسالك عن سابروفتيكس باليو اس ام ال، راد يسالك بالاكزام عن سابروفتيكس، لازم يعطيك تفاصيل عنها. ما عدا هذا اذا اجالك كيس يو تي اي انت دائما تفكر بالاي كولاي. بس شلون راح يسالك؟ يسالك female patients newly married مثلا presented with frequency urgency dysuria مثلا lower abdominal pain with low grade fever او احيانا ماكو fever. اوكي، وراها اجاك شو اسمه culture show gram positive. خلاص الاي كولاي هي gram negative، فgram positive اذا هي staph subrophyticus، فهي second most common cause of UTI in young female. وضيف انت كلمه لازم اضيف هاي newly married or new onset sexual activity. اوكي زين، حتى المرض احيانا يسموه هاني مون سيستايتس. اوكي معروف هذا الشيء، هسه اكتب هاني مون سيستايتس يطلع لك ستاف سابروفيتيكس. بس مع هذا حتى لو نيولي مارد اذا يقول لك جرام بوزيتيف انت دائما فكر بإي كولاي. اوكي، هي جرام نيجاتيف هي الموست كومن كوز، بس السكند هي ستاف سابروفيتيكس. اوكي، احنا هنا تقريبا الجزء المخصص لمحاضره اليوم. المحاضره اليوم مو كلش طويله، ما شرحنا بيها هواي اشياء، لكن دوز شويه شويه راح تزيد. بس أنا أفضل قبل ما ننهي المحاضرة وقبل ما نسمع أسئلتكم نحاول نلخص المحاضرة بتفاصيلها، نرجع من البداية نشرح بشيء يعني ملخص وسريع صفحة صفحة ونقطة نقطة، بس حتى نجمع الأمور. بس مع هذا خلي أسأل وإذا عندكم سؤال بين ما نجمع الأمور ونعيدها، فإذا أحد عنده سؤال خلي يسأل. إيه طبعًا، إذا قال لي هو طبعًا ما راح يقول هانيمون سيستاتس، يقول لك مثلًا نيولي مريض. فأنت أي يو تي آي هي المست كمان إي كولاي، إذا ما ذكر لك جرام بوزيتيف أنت تختار إي كولاي. في حال ذكر جرام بوزيتيف أنت تذكر إنه هذه سابروفيتيكس. إيه طبعًا، حتى لو نيولي مريض هي تبقى الإي كولاي، إي كولاي المست كمان كوز. اوكي، احد بعد عنده سؤال؟ طبعا اكو دكتور يسأل يقول شنو المقصود بالاكسسوار بوليسكرايد؟ طبعا البوليسكرايد احنا راح نحكي عنها بعدين، بس هي مقصود انه يجي على الانفكتد ديفايس او على الفالف والبكتيريا تسوي بايوفيلم لاير حولها بحيث الاميونتي ما تقدر عليها. اوكي، هاي الفكره، بتفاصيل ان شاء الله نشرح عنها لاحقا.
دكتور يسأل انه سكن سيندروم بينفول، اي بي بين، هو احيانا بين بس هي مو في تيبيكال فيتشر. انت تيبيكال فيتشر يجيك هو سكيدير وجولدن عاده كلف، فهو هاي تمشي وياه. اليوم اكو حل ام سي كيو؟ لا، اليوم اول محاضره ماكو ام سي كيو. ان شاء الله احنا نخلص جرام بوست بكتيريا ونقوم تنظف نص ساعه محاضره تحل اسئله. اوكي، هسه اكو سؤال صراحه اليو تي اي ان بيشنت وذ كاثتر هاي هواية كوزز ما تقدر تحصرها بش اسمه بسبب واحد. ممكن ستاف الدرمك تسويها، ممكن تسويها السيدومونس، هواية كوزز. فهم عارسة ما يسألون، من يسألون عن يو تي اي بالتحديد. اذا جنرال انت تختار ايكولاي، ما عدا هذا اذا ينطيك راح ينطيك فيتشر. يا اما يقول لك جرام بوزيتيف بكتيريا ويمشي لك ويا تفاصيل تختار، او يقول لك جرام نيجاتيف بكتيريا ويمشي لك تفاصيل تختار. اوكي تمام. حس اطباء بس راجع الموضوع من البدايه، راجع الامور حتى نجمعها بسرعه. وانا اتمنى صراحه اسال وتجاوبون انتم بس يعني بالبدايه، فبالتالي راح اسال. يا ريت الكل يكتب بسرعه حتى نشوف احنا ايش قد جمعنا من الموضوع وايش قد. اوكي، الستاف اوريوس شنو اللي يخليها افويد فاجوسايتوسيس او افويد اميونيتي؟ شنو الفيتشر مالتها اللي عندها الستاف اوريوس؟ بالضبط، عشيتكم بروتين اي. اوكي 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 جميل زين. شنو الكاركترستيك مال او خلينا نعطيكم كيس سيناريو. بيشنت اجاك عنده دياري او فوميتنج، اوكي، وقال لك دكتور انا كنت ماكل برا، ماكل لفه بوتيتا مثلا وبيها مايونيز. شنو الكاركترستيك مال هذا التوكسين المسؤول عن هذا الشيء؟ اوكي، هيت ستيبل وبري فورم التوكسين. بالضبط، اذا انا اسالك هسه مثلا هو هذا التوكسين بري يعني فورم برايف تو دايجستشن لو فورم انسايد ذا بودي برايف تو دايجستشن. عسيكم. اوكي اوكي جميل عسل. اوكي زين. most common cause of osteomyelitis in sickle cell disease or sickle cell patients. بيرفكت، اوكي سالمونيلا تمام. بيشنت انجاك وذ ديسنيا، اجا شورتنس اوف بريث، كاف، فيفر، وقال لك دكتور انا قبل كم يوم كان عندي فلو. شو تفكر هذا؟ شنو شنو الدايجنوستس؟ شنو الكوز؟ اوكي، ستاف اوريوس. شنو سويت من المرض؟ نيمونيا. بالضبط، بوست انفلونزا نيمونيا. زين، بيشنت اجاك في نيو اونست مرمر وعنده اذر، يعني المهم نيو اونست مرمر وفيفر وهاي القصه، وقال لك دكتور انا قبل كم سنه مسوي فالف ريبليسمنت. ايش تفكر هذا؟ شنو الاندرلاين كوز؟ عنده كارديتس. اوكي، دايجنوستس. بالضبط، بدي اعمل ذا ستاف، بدي اعمل ذا. اوكي اوكي جين. زين، اجتك فيميل وقالت لك دكتور اني ايش اسمه نيولي مريض وجايه بفريكونسي ارجنسي ديسيوريا او بس، شنو الكوز مالته هنا؟ ايكولاي. بيرفكت، ايكولاي. اوكي زين، اجتك فيميل، انت قاعد مثلا بالعياده، جابوا لك فيميل جايه كانه شوك، فيفر، هايبوتنشن، تاكيكارديا، وقالت لك دكتور كنا مسافرين وكان عندها مثلا سايكل بس ما قدرت تغير. اوكي، شنو السيل المسؤولة عن هذا الشيء؟ يا سيل اوفر اكتيفيشن اوف ويتش سيل اوف اميون سيستم؟ اوكي، سي دي 4 تي سيل. وشنو الاذر سيل؟ هي تو سيلز، ماكروفاج. اوكي بيرفكت زين. هذا اوكي زين. اوكي، احسن راح اسالكم عن صفات بكتيريا وتقولوا لي. بكتيريا اطباء كوكاي كاتاليز بوزيتيف، اوكي، كوغليز نيجاتيف، نوفوبويسين ريزيستنس. منو هاي ياسيا؟ يا بكتيريا سوري، نوفوبويسين ريزيستنس. بالضبط،
عارفة دكتور سارة، دكتور أيوب، دكتور سعد، دكتور مصطفى، دكتور غفران. والله هي سابروفي نوفو فايس ريزيستنس سابروفيتيكاس. اي اوكي عافية. اوكي تمام. انا بالنسبة لي احنا تقريبا هسه خلصنا المحاضرة، اخذ منكم فيدباك قصير، يعني اي واحد بس ينطي خليه يدخل فيدباك مثلا، او اذا عنده تعليق من شنو، حتى اللي عنده مثلا تعليق او عنده توضيح او شيء ممكن شو اسمه ممكن يرسل يعني مثلا على الخاص او هي سواء على الماسنجر او على الستاف او على التليجرام. النورمال فلورا بصورة عامة احنا راح نحكي عنها بالمايكرو بالجنرال مايكروبيولوجي، بس النورمال فلورا هي ما تسوي لك ديزيز الا بعدة حالات، في حال ديسبليس يعني مكانها كان في مكان معين وراحت بغير مكان، مثلا الستاف اورس هي بالنيزل ميوكوزا راحت بغير مكان ممكن تسوي ديزيز، وبحال ثانية اذا واحد صار امبالانس يعني مثلا بالاميون سيستم او شيء ممكن تسوي لك ديزيز، وتفاصيل ان شاء الله نشرحها. اوكي اوكي تمام. الجانب المايكروبيولوجي ان شاء الله نشرحها مع نهاية المايكروبيولوجي، يعني بنهاية البكتيرولوجي بالتحديد، نكمل بكتيرولوجي الجرام بوزيتيف بكتيريا جرام نيجاتيف بكتيريا، وبعدها نحكي عن اذر بكتيريا، وإن شاء الله نشرح الجنرال. أوكي إن شاء الله أحاول التسجيل، والله يبقى على النت بالعراق إن شاء الله، أنا مسجله وأحاول أنزله إن شاء الله. أوكي أوكي تمام. أنا جدا سعيد إنه كنت وياكم، ويا إن شاء الله بالتوفيق لكم وتحصلون كل شيء ببالكم. أوكي وأنتظر منكم فيدباك يعني سواء على التليجرام أو على الماسنجر، أي شيء مثلا بوزيتيف أو نيجاتيف أنا كلش يعني فليكسبل وأتقبل أي شيء. أوكي بالتوفيق لكم، شكرا جزيلا، وتصبحون على خير، وإن شاء الله تحصلون كل واحد السكور اللي يريده.